نقدروا نستجلبوهم من البلاد. أبينا على مستوى ميزانية الولاية لسنة 2023 إلا أن نسجل عملية لاقتناء 5 سيارات إسعاف لفائدة القطاع الصحي لولاية المنيعة، وفعلا تحقق المطلوب، وها نحن اليوم قمنا بتوزيع هذه السيارات الإسعاف على بلديات الولاية، حيث استفادت بلدية حاسلة بحال من سيارة إسعاف، وكذلك بلدية حاسل قارة من سيارة إسعاف، واستفادت بلدية المنيعة من 3 سيارات إسعاف. هذه السيارات إسعاف كلها سنمدها إلى القطاع الصحي على مستوى هذه الولاية ليستفيد منها. طبعا هذه السيارات كان المبلغ تاعها فوق 1.7 مليار، مجهزه بكل التجهيزات الطبيه المتواجده المتمثله في يعني نقل المريض في حاله الاسعاف. ونحن ان شاء الله سوف نسعى مره اخرى لانتظار 3 سيارات اسعاف على مستوى مسجله على مستوى ميزانيه الدوله.